نهاركم سعيد مرة تانية يا مشاهدين. أكيد وسط السقع والبرد ده يعني من الجميل احنا نتكلم عن الفن شوية، نشوف آخر أخبار الفن ايه واستعدادات لموسم رمضان بقى، هل ابتدت ولا لسه، المسلسلات أخبارها ايه والكاسيت أخباره ايه، يعني برضو سوق الكاسيت هنتابع كل التفاصيل دي مع الناقد الفني الأستاذ عادل عبد الله، الناقد الفني ونائب رئيس تحرير مجلة عين. أهلا بيك يا أستاذ صباح عادل. الخير. صباح الخير يا هام. الدنيا برد قوي النهارده لا متهيألي. الجو حر جدا. انا طالعه في كل هدومي، لابسه لا كل ممكن هدومي، زيك كان لابس لابسين زي بطانيه. بعض اهو. بطانيه يعني عايز اقول لك يعني، وطالبين اصفر زي بعض. مش كده؟ استاذ عادل، اكيد يعني ما فيش ناس كتير مش مركزه مع الفن اليومين دول بسبب سخونه الاحداث السياسيه اللي حاصله في مصر، بس انا حابه اعرف الى اي مدى الاحداث السياسيه مثلا مأثره على السينما، مأثرة على إيرادات السينما، على دور العرض، على الأفلام. هي الأحداث السياسية اللي بتمر بيها البلد دي مش وليدة اللحظة يعني، احنا بقالنا 3 سنين والسينما طبعا تأثرت بيها تأثر كبير جدا، اللي هي كانت يعتبر احنا دلوقتي نسبة 17% من إيرادات اللي هي المفروض تجيبها السينما، ده طبعا ضعيف جدا يعني مش جاي حتى الربع من اللي كانت بتجيبه في السينما. وبعد كده حتى بعد الحظر اللي احنا دلوقتي اتشال، وكان دايما المنتجين بينادوا بحفلتين اللي هم بتوع ميد نايت والساعه 1 بالليل وكلام زي كده، وبرده ما زالت متاثره بالايرادات، والحقيقه مش مظبوطه سينمائيا. والانتاج بقى ده فيما يخص، لكن عايز اقول لك ان العجلات ما بتوقفش، والكاميرات السينما ما بطلتش انها تدور، وفي تجهيزات افلام كتير جدا دلوقتي بتجهز خلف الكواليس، وفي افلام بتستعد لعرضها خلال الموسم نص السنه. انت عارف احنا داخلين موسم نص السنه، يعتبر موسم سينمائيا وموسم للكاسيت. ففي افلام هتنزل، وفي افلام بتتصور لنجوم كتير جدا، يعني حاجه يعني انا عايز اقول لك يمكن بعد 30 يونيو احنا عندنا تفاؤل شويه، عندنا احساس ان ممكن الدنيا تتحسن سينمائيا وغنائيا، فعشان كده المنتجين ابتدوا شويه يرفعوا التحفظ، يرفعوا الحظر على الفلوس اللي في جيبهم وفي البنك. يعني في عايز اقول لك يمكن في 10 افلام بيتم تصويرهم دلوقتي. لكن نوعيه الافلام دي بيتجه ناحيه ايه؟ يعني احنا شفنا في الفتره الاخيره كتير من الافلام بيتكلم عن الثوره، وبعض النقاد كانوا شايفين ان ده استعجال لتوثيق الثوره، انه الثوره لسه ما خلصتش اصلا عشان نبتدي نعمل عنها افلام. هل الافلام اللي برضو الموسم الجديد برضو ماشيه في نفس لا ما اعتقدش الاتجاه؟ ما اعتقدش ريهام، لان المواطن المصري زهق بقى، زهق من التوك شو والكلام في السياسه، زهق من المظاهرات، زهق من الاعتصامات الفئويه، زهق من الكلام ده كده. الناس عايزه تغير المود، عايزه تضحك، عايزه يعني كلنا خلاص يعني بقينا يعني مشبعين بالاحداث اللي بتمر بيها البلد، ومش في مصر بس، على مستوى الوطن العربي، فالناس كلها عايزه تخرج من الجو ده، فصعب قوي ان كمان المنتجين يقوموا ايه يودونا في الحته دي. يبقى لا في اللي جاي، في حاجات كوميديا، وفي افكار جديده جدا، في غنى، في يعني هيخرجوا الناس من المود. كل الافلام اللي بتحصل دي كلها اغلبتها بتتجه نحو الكوميديا، وده هو ده اللي شغال دلوقتي. يعني ده يخليني برضو اسال حضرتك على رايك في افلام السبكي. يعني احنا لاحظنا في الفتره الاخيره حصل هجوم شديد جدا على السبكي وعلى نوعيه الافلام اللي بيقدمها، وان الافلام دي احنا في ايه ولا في ايه، والافلام بتتجه ناحيه يعني برضو ركاكه في المضامين وهكذا. على الناحية التانية ناس تانية قالت يا جماعة السبكي الوحيد اللي بينتج دلوقتي وكتر خيره جدا ان هو بيمشي حق عجلة السينما في وقت الناس كتير خايفة تجازف بفلوسها. يا رهام انا مفيش برنامج اروح فيه الا ما اتكلم عن السبكي. فعلا؟ انا عايز اقول لك حاجة بقى، السبكي انا افتكرت السؤال جديد والله. لا 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 هو السبكي هو نجم العصر. ليه؟ لان هو الوحيد اللي بينتج، مفيش حد بيشتغل 4 افلام في الموسم الا هو، مفيش حد بيشتغل دلوقتي بيصور حاليا 3 4 افلام الا هو اللي شغال دلوقتي احمد السبكي. وفي نفس الوقت محمد بيعمل فيلم في السنة، محمد السبكي، ف يعني برضه بينتج، مش زي منتجين كبار قوي يعني خافوا على فلوسهم. صحيح. وخافوا على رؤوس الاموال اللي هي عملوها خلال الفتره اللي فاتت من السينما، واكتفوا بالمشاهده وبالفرجه لغايه ما يشوف السينما رايحه على فين. لا انا بستغرب كمان يا استاذ عادل من الفنانين
اللي يقعدوا يقولوا لا ده احنا لازم ندعم السينما ولازم نعمل ومش عارفه ايه، هم عندهم قدره على الانتاج وبينتجوا فعلا، الا قليلا منهم اللي بيعملوا ده. طب ما تعملوا ده، طب ما دي فرصه ان ما فيش انتاج كبير لو عايز حد يعمل فيلم ذا قيمه ولا بتاع الناس هتنزل. خلينا نتكلم الاول على السبكي، عشان يعني على الرغم من ان انا ممكن انتقده في بعض افلام اللي هو بينتجها، لكن انا لازم برضه من هنا ان احنا نقول له يعني تمام ان انت بتنتج وان انت ما زلت بتنتج وممكن تخسر وممكن وفي ريسك، ممكن تخسر وممكن تكسب، لكن ما هربتش ما توقفتش. يعني عايز اقول لك ان هو دلوقتي بيجهز فيلم برضو من ضمن الاخبار الجديده، فيلم اسمه بحب اتنين لياسمين عبد العزيز، ده المفروض هيبتدي يصوره هو ومع المنتج مع المخرج وائل حسين، وبيجهز فيلم اسمه سالم ابو اخته لمحمد رجب. وعايز اقول لك حاجه تانية، ان المنتج محمد حسن رمزي ومحمد فيلم اطفال حفزي برضو محمد حفظي اكيد عائلي. عايز اقول لك محمد حفظي ومحمد حسن رمزي كان بينتجوا فيلم لاحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد اسمه الحرب العالميه الثالثه، توقفوا لان بيقولوا العجله يعني الانتاج كتر عليهم فتوقفوا، والفيلم كان مهدد ان هو يبقى يعني ينزل في انفاق مظلمه. لكن السبكي يعني بجرأته رغم ان هو ممكن ما يكسبش من الفيلم ده لان مش شبيه الافلام اللي هو بينتجها، راح اشترى الفيلم ودلوقتي بيستكمل تصويره، ودي حاجه نحييه عليها. طيب انا عايزه اروح لخبر موسيقي لان احنا معانا تليفون دلوقتي مع الملحن الاستاذ حسام البجرمي، والخبر الجميل هو حصل على لقب سفير النوايا الحسنه لشؤون المعاقين. صباح الخير يا استاذ حسام ونهارك سعيد. صباح النور يا ريام ونهاركم سعيد وكل النايل لايف بخير كده في الساقعه الفظيعه اللي احنا فيها دي. وبس احلى صباح طبعا مع الاستاذ الكبير عادل حبيبي وصديقي العزيز وعشره العمر، وانا يعني انا لازم اشوفه كل يوم، فانا بقى لي يومين ما شفتوش، فكويس ان انا بقى يعني كلمته في التليفون. حسام مبروك مبروك يا حسام. الله يبارك فيك يا عدول يا حبيبي. انت يعني اللي انا كتبته قبل كده ان انت جواك انسانيه بجد ما حدش يكتشفها الا الناس ما تقرب منك، وانت تستحق اللقب ده يعني بجد، بعيدا عن ان انت مميز فنيا يعني. يعني من بعد ما عندك يا حبيبي انت الاحسن، وانت الصديق ربنا يخليك يا استاذ كل الوسط الفني يعني، وانا بتشرف بصداقتك. ربنا يخليك يا استاذ العشره الجميله اللي بيني وبينك يعني. قول لنا الخبر الجميل ده بقى تفاصيله ايه؟ والله انا اتصلت بيا مكتب الاستاذه الكبيره هاله سرحان، اتصلوا بيا المجلس الاعلى للمعاقين، فانا كنت متعود كل سنه اي طلب بيطلبوه مني انا يعني ببقى سعيد جدا ان انا البيه، يعني سواء اوبريت او سواء اغنيه او سواء مهرجان، يعني اي حاجه كانوا بيطلبوها مني انا ببقى سعيد جدا بتنفيذها. بس السنه دي اتفاجئت بقى ان هم عاملين تكريم في نادي الشمس، وبيكلفوني رسميا بان انا اكون سفير النوايا الحسنه للمعاقين. ده تابع يعني لشؤون المعاقين في مصر. ايوه مظبوط. فطبعا دي حاجه فرحتني جدا لان انا عندي افكار كتيره جدا نفسي احققها، يعني نفسي نعمل لهم حفلات كبيره يكون ليها دخل كبير. وطبعا انا قعدت مع طبعا الاستاذ الكبير عادل عبد الله يعني، وقعدنا نرتب للموضوع ده كمان، وقال لي على افكار هايله جدا، وان يبقى دخل الحفلات دي يتعمل بيه حاجات للي هم مش قادرين ماديا، ان احنا نجيب لهم كراسي مثلا، او نعمل لهم نحجز لهم جلسات علاج طبيعي، او نجيب لهم ادويه، او نحجز لهم يعني ايه سر اهتمامك بالموضوع ده بالذات يا حسام؟ والله انا سر اهتمامي ان انا سببين، ان انا عندي اختي طبعا في حادثه بقى لها مثلا فتره طويله، طبعا اختي دي اغلى ما عندي في الدنيا. فطبعا بحس بالام الناس قوي اللي عندهم اي حد عزيز عليهم حصلت له اعاقه او مولود بيها او حاجه زي كده. حاجه تانية كمان ان انا اشتغلت في مجال الموسيقى مع المعاقين ذهنيا في جمعيه اسمها الغد المشرق، وجمعيه تانية اسمها الحق في الحياه، وكنت متبرع بده كمان، كنت بروح 3 ايام في الاسبوع بعلمهم موسيقى واغاني وحاجات كده، وكنت سعيد جدا بالعمل ده، وبحس ان انا في دنيا تانية خالص بعيده جدا عن اي كذب او نفاق او مجاملات مبالغ فيها، يعني ناس بحس ان انا بتعامل مع ملائكه. فطبعا انا ببقى سعيد جدا بصراحه وانا معاهم يعني. اعتقد ان كمان الدستور الجديد فيه بنود كتيره اتمنى ان انت تطلع عليها برضو، ليها علاقه بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصه، وازاي اللي هو بيحاول يعني يحمي حقوقهم في المستقبل ويخلي المجتمع يهيئ لهم حياه سلسه
وسهله يعني. ف اللي عايز اقوله لك يا رب تتطبق. اللي اكشف لك سر من اسرار حسام طبعا هيزعل اللي انا هتكلم فيها دلوقتي، ان هو بيجهز اكاديميه لاكتشاف النجوم والمواهب الشابه، ان هو هيدعم الناس اللي هي لقيها اصوات كويسه، وده مجانا، ان هو بيدفع بالوجوه الشابه دي ليقدمهم للمجتمع. وده الكلام ده كان بيقدمه نصر محروس، مبقاش يعمله دلوقتي يعني. فدي حاجه كويسه وبنشكره عليها يعني، ان هو بيفكر في حاجه زي كده. هتساعدهم ازاي بقى؟ بس كمل المعلومه بقى يعني، كمل المعلومه للاخر بمساعده طبعا عادل عبد الله يعني. من غير عادل عبد الله الموضوع ده مش هعرف اعمله. بس هتساعدهم ازاي؟ هل هتنتج لهم بعد كده ولا هي اكاديميه تعليميه فقط؟ بصي انا هقول لك الموضوع ابتدى ازاي. الموضوع ابتدى بموهبه اكتشفها عادل، مطرب جميل جدا اسمه محمود الشرقاوي، مطرب اسواني، صوت جميل جدا جدا وخامه جميله جدا، وقلبه كمان اجمل كمان من صوته يعني. خلي بالك الاسوانيين وشباب النوبه ما فيش اطيب من كده، ناس مفيش احلى من كده، مواهب وتراث. انا اتفاجئت بقى، انا ما كنت بصراحه يعني ما كنتش عادل من اسوان متعمق قوي في الموضوع ده. عادل يمكن كان متعمق اكتر مني في الموضوع ده، بس عرفني على تراث النوبه، لقيت فيه كنز. طبعا طبعا طبعا، وارتام فظيعه وتراث فظيع موسيقي كمان وغير موسيقي يعني. فبصراحه انا ربنا يقدرني، ويعني محمود اول اكتشافاتنا مش اخرها. لا في اسامي كتيره لسه، بس يعني احنا بنعمل عمليه اختيار بس يعني دقيق شويه. طبعا بمساعده عادل، لان هو طبعا عادل عارفهم كلهم، وعارف وهو احسن حد يقدر يحكم عليهم كمان يعني، ويحكم على شعبيتهم هناك في النوبه اكتر كمان. بشكرك جدا يا حسام، وبتمنى لك التوفيق في مهمتك اللي مش سهله، وبتمنى لك التوفيق دايما. انتهى لسه هينام دلوقتي يا مريم، وصباح الخير عليكم. نهارك سعيد. انا مبسوط ان انا كنت معاكم جدا، ومع عدوله حبيب قلبي، ومستنيك بقى يا عدوله ما تغيبش عليا. نهارك سعيد. شكرا. شكرا. احنا طيب، بمناسبه بس ريهام، بمناسبه المزيكا والغنى، احنا عايزين نتقدم بخالص العزاء للمطرب الكبير صابر الرباعي في وفاه والده، وبنقول البقاء لله يعني من خلال برنامج نهارك سعيد. طبعا يعني كلنا بنعزي طبعا المطرب الكبير صابر الرباعي، والبقاء لله. طب لو كملنا كلام على سوق الكاسيت، وبرضه بما اني كنت بتكلم على الدستور الجديد برضه فيه بنود. شايفك حافظ الدستور لا الجديد؟ لا طبعا لازم اذاكر، ما انا قعدت اذاكر يعني، وصلت لنصه دلوقتي مذاكره سياسيه. لا في بنود كتيره ليها علاقه بحقوق الملكيه الفكريه يعني، في بند خاص بحقوق الملكيه الفكريه. سبب انهيار سوق الكاسيت كده حقوق الملكيه الفكريه اللي هي ضايعه. ما فيش. انا عايز اقول لك ان انا يعني اخر مره قعدت مع المنتج محسن جابر، قال لي انا هعتزل وهبعد عن سوق الكاسيت. ليه طيب؟ يعني نبقى نفقد قامه كبيره في سوق الكاسيت. فالراجل قال لك ما تعودش نخسر. احنا دلوقتي الالبوم قبل ما ينزل في السوق بينزل على النت. طبعا. وطبعا كل المنتجين كده، نصر محروس، كل الناس نفسيتهم مقفوله جدا بسبب ان الالبومات بتنزل على النت، والناس بتعملها داونلود. ويعني انا عايز اقول لك الناس بتتعب وتدفع دم قلبها الفنانين والمنتجين في اي اغاني بتنزل لهم، والناس تاخدها كده بسهوله. فصعب قوي يعني ان احنا نروح للسوق الكاسيت، نروح للمحل الكاسيت ونشتري سيديهات ب 20 جنيه او 15 جنيه. طب وانت يعني اصلا هتمنع حاجه زي كده ازاي؟ هل في بقى وسائل تقدر الدوله قدرت تقفل النت في وقت من الاوقات ايام الثوره؟ لا احنا مش عايزين يعني النت تتقفل. لا مش يتقفل. لا مش انا بقولش يقفلوا النت. بس يقدروا يعملوا كل حاجه. يعني في ايديهم. بص الموضوع ده ما حدش يقدر يعالجه ويقدر يتحكم فيه الا الدوله. لازم يبقى فيه كده، لان سوق الكاسيت بيتعرض للانهيار. صناعه الكاسيت يعني صعبه جدا. بس برضو انا حاسس اليومين دول في انتعاشه، في البومات كاسيت بتجهز المفروض تنزل. في محمد نور في البوم كاسيت نازل جديد ليه لوحده. في هيثم شاكر طبعا بغداد بعد غياب 5 سنين من سوق الكاسيت. في محمد برضو، محمد محي المفروض البومه جهز. لا بجد بعد الله. يعني بعد يعني محمد محي بقاله كتير جدا، 6 سنين. احنا كلنا بننتظر البومه، وانا سمعت منه اغاني. عايز اقول لك بقى يعني عامل حاجات قنابل جامده جدا. هو محمد محي من زمان هو اختياراته الاغاني مختلفه. في مصطفى قمر عامل البوم حلو جدا. جدا. مصطفى قمر. مصطفى قمر المفروض البومه خلال الاسبوع الجاي. لا في حاله انتعاشه للالبومات. طب كويس. هي كان كل يعني الفنانين كلهم والنجوم الغناء كانوا يعني ايه
يعني عاملين بيات ثوري كده، بيات ثوري شويه. منتظرين يشوفوا الحاله ايه. انا عايز اقول لك رغم ان هم قرروا المخاطره ان هو ينزلوا، وعارفين ان هو البوماتهم مش هتحقق اي يعني تحقق اي ايرادات، لان الناس بتنزلها على الداونلود على النت بس، ما فيش زي السمك ما يقدرش يعيش بره الميه. هم نفس الحكايه، ما يقدرش يعيشوا. نقابه الموسيقيين ليها دور في حمايه الحقوق الملكيه الفكريه والحاجات دي، ولا هم اصلا مشاكلهم ما يحلوها الاول؟ هم اصلا مش فاضيين. مش كده. عايز اقول لك يعني كل يوم بيانات، عشان ايمان بحر درويش ماسك بيقول لك انا رئيس الشرعي للنقابه، وهو ما قدمش ولا اي شيء في الدنيا للنقابه. وعايز اقول ان يعني مصطفى كامل من ساعة ما مسك النقابة أنا حاسس إن هو عامل شغل جامد جدا، عامل إيرادات، عامل نشاطات، عامل رعاية للموسيقيين، الناس اللي ما بتشتغلش، الناس كلها حاسة بالكلام ده. هو الاختلاف على إيه بالظبط يعني؟ كل يعني هو على إيه؟ هو الخلاف أصلا إن إيمان بحر درويش أصلا بيحمل عضوية نقابة المهندسين، فالقانون لا يسمح بإن أنت تجمع بين نقابتين. فهو تحول بعضويته للانتساب، وتم عزله بإجماع آراء كل الأعضاء مجلس النقابة، وتم انتخاب مصطفى كامل بدلا منه. فهو لا متمسك، بيقول انا رئيس الشرعي للنقابه، وعايش بقى ان هو عايش. والوضع ايه دلوقتي؟ ان هو مازال بقى حفيد يعني الفنان الكبير سيد درويش، وعايز يرجع النقابه وكلام زي كده. مش يسيب الناس تشتغل او يدعمها، لان اللي يدعم مش محتاج ان انا اقعد على كرسي. اللي عايز يشتغل واللي عايز ان انا اعمل حاجه بس هو لو شايف ان هو حقه هو لازم برضه يدافع عن حقه. يعني لو هو شايف ان لو القانون والله شايف كده او هيدي له حقه، احنا ما فيش مشكله خالص. احنا هنشوف القانون هيوصل لايه، بس على الله بس شؤون النقابه نفسها ما تهملش في السكه يعني في نص الخناقات. انا بنتمنى لهم كده يعني. لو اتكلمنا بقى، رجعنا عشان احنا بنتكلم اصلا على الدراما التلفزيونيه. لا الدراما التلفزيونيه عايز اقول لك ان ملامح الخريطه للدراما التلفزيونيه ل 2014 ابتدت توضح بشكل قوي جدا، وفيها مفاجآت جامدة جدا. زي ايه بقى؟ يعني من ضمن المفاجآت طبعا احنا اللي هم نجوم الشاشة اللي بنشوفهم كل سنة بيجهزوا وابتدوا موجودين، بس هو الحقيقة زي عادل امام عامل صاحب السعادة، زي يسرى، زي غادة عبد الرازق. هعرف منك بس انا يعني الموسم رمضان اللي فات النجوم الكبار مش هم اللي اكتسحوا. يعني المسلسلات اللي عملت ايرادات او لفتت الانظار ما كانتش، كانت ابطالها شباب. ما انا عايز اقول لك حاجه، ما هو في اساسيات في كل شيء. أيوة. النجوم اللي هم الكبار دول، ما هو دول اساسيات الموضوع، وهم اللي بيدعموا وجود الشباب. يعني انا لما اخد مسلسل لنجم كبير بجيب عليه اعلانات كتيره جدا. كويس. فالاعلانات الكبيره جدا دي ومسلسل يكون فيه مسلسلين لنجوم كبار، بحط فيه وسطهم مسلسلين للشباب. فالناس بتشوف الكبار وبتشوف الشباب، فدايما دعما الكبار بيبقوا دعما للشباب، ولازم وجودهم لا غنى عنه. لكن انا بتكلم على ايه المسلسلات بقى؟ مسلسلات زي ما اتفقنا، قلنا في عادل امام موجود بصاحب السعاده، وغادة عبد الرازق، وفي يسرى، وفي اللي هم النجوم اللي احنا بنشوفهم كل سنه، وهم قلنا اساسيات الشاشه. يسرى عامله مسلسل كبير متهيألي. حاجه تاريخيه بالظبط. لا يعني عايز اقول لك ان في كمان مفاجاه اللي احنا بنتكلم فيها عشان ما ننساهاش. في تامر حسني راجع السنه دي بمسلسل ياسين، في عمرو دياب راجع بمسلسل كتابه الدكتور مدحت العدل اسمه الشهره، اللي هو بيحكي فيه. بس رغم ان انا اشك يعني إيه؟ لانه بقى لنا 20 سنه بنقول ان عمرو دياب هيعمل مسلسل، بيعلن ان عمرو دياب بيعمل مسلسل. فلغايه دلوقتي مش عارف بقى فعلا حقيقي مين ولا المنتج بتاعه؟ مين انتاج؟ انتاج العدل. وعايز اقول لك ان احمد ميسي احمد حلمي في العمليه ميسي المفروض برضه اعلن ان هو يعمل مسلسل. يعني في برضه مجموعه الشباب برضه موجودين، امير كراره، في عمرو سعد السنه دي راجع بالجزء الثاني شارع عبد العزيز. في سامح حسين برضه هيعمل حميه حراميه الجزء الثاني. لا في انتعاشه، وفي نشاط، وفي شغل جامد جدا بيجهز دلوقتي من خلف الكواليس. وفي خناقات على الفنانين وعلى النجوم وعلى يعني على المخرجين. في شغل جامد جدا بيحصل. مين المخرجين اللي واخدين نصيب الاسد يعني السنه دي في المسلسلات؟ مش موضوع نصيب الاسد، هو طبعا رامي امام مع والده عادل امام
في محمد سعيد السنه دي، مش محمد سعيد، محمد سامي راجع السنه دي بعد مشكلته الكبيره مع غاده عبد العزيز السنه اللي فاتت، راجع بهيفا في جريمه قتل، رغم ان هيفا ليها مسلسل اصلا مولي صار غايب ما تزعش، فالسنه دي ممكن نشوف لها مسلسلين. ف يعني لا في كم مخرجين، في كامل ابو ذكري، في شيرين عادل، في لا في كتير جدا اسماء تقيله في السينما وراحت للدراما، في لا في اسماء قويه جدا هنشوفها، وانا اعتقد ان هي بتضيف للدراما التلفزيونيه. في افلام كمان سينمائيه في انتاجها محمد حفظي الفتره الاخيره، اعتقد ليها هتكون ليها قيمه فنيه كويسه. في فيلم فرش وغطا شفناه في السينما لاحمد عبد الله، وهي تجربه يعني فيها قدر كبير من التجريب الحقيقه السينمائي، وده شيء كويس ان الناس تجرب يعني سواء اتفقنا او اختلفنا. في فيلا 69 اعتقد، انا حافظه طبعا، لا مش شغلتي. ومحمد خان عنده فيلم في مهرجان دبي. بمناسبه محمد خان احنا كنا بنتكلم خلف الكواليس، فتاة المصنع، انا مشكله عوده لمحمد خان بقى. محمد خان انت يعني كان في بيتعرض لمشكله كبيره جدا وهو بينادي بيها على صفحات التواصل الاجتماعي، يعني يمكن انت كمان بتأيديه، ان هو طالب ان هو عايز الجنسيه المصريه، يعني راجل متهيألي عايش في مصر بقاله سنين طويله قوي، وقدم واسرى السينما المصريه بافلام يعني احنا كلنا حبيناها، ان هو مش قليل عليه ان هو ياخد الجنسيه المصريه. انا كنت لسه بقول ان انا ما كنتش اعرف ان محمد خان مش مصري غير من قريب جدا، ناس كتير قوي. ومحمد خان بيمثل مصر في مهرجان دبي فيلم رائع اشاد بيه النقاد اللي شاهدوه، يعني هو فتاة المصنع، يعني قائم على وجوه جديده منهم مش كتير ياسمين رئيس. يعني لو مش محمد خان مع الجنسيه المصريه يكون مين مع الجنسيه المصريه؟ يعني اعتقد ان محمد خان هو اللي حببنا في السينما، وهو اللي غاص زي ما بيقولوا في عالم العشوائيات وعالم المصري البسيط بشكل ما حدش قدمه زيه. يعني احلام هند وكاميليا، زوجة رجل مهم، يعني افلام كتير جدا لمحمد خان، وافلام ذو قيمه، ذو قيمة وبتغوص في القلب الشارع المصري بشكل ما حدش قدمها زيه. يعني مش عارفة مين ياخد الجنسية لو مش محمد خان ياخدها، ومش مفروض ان هو يطالب بيها على فكرة. انا شايفة ان هو مش مفروض ان محمد خان يطالب بالجنسية، الجنسية تجيله حد عنده يعني بصراحة، يعني هو مصري اكتر من اي مصري. ده هي انا بضم صوتي لصوتك طبعا، واحنا نتمنى له ان هو يعني المره الجايه نبقى هنا ونبارك له على الجنسيه المصريه. احنا في نفس الوقت عايزين نتمنى الشفاء العاجل للفنان طلعت زكريا اللي هو بيمر بازمه دلوقتي بقاله يعني تقريبا فتره صغيره، وربنا ان شاء الله يقومه بالسلام عشان يرجع يكمل مشواره في الفن. وكان في فيلم اسمه حارس الرئيس المفروض هيخش فيه قريب، وفي مسلسل برضه مرافعه المفروض هو فيه، يعني بتمنى له الشفاء ان شاء الله باذن الله. استاذ عادل بشكرك جدا ان انت خرجتنا شويه من مود السياسه، احنا بقى لنا فتره طويله كده غايصين في مود السياسه والدستور والمظاهرات والجامعه وغيرها، فانا بشكرك ان احنا اخذنا بريك كده شويه مع اخبار الفن والفنانين، واللي اعتقد ان هي برضه هتلاقيها هي والهم واحد والانشغال واحد، يعني هم مش منفصلين، يعني اكيد هنلاقي كتير من الافلام والمسلسلات برضه بتتكلم عن الهم المصري. السينما كانت ان هي كانت من اساس اقتصاد مصر يعني. طبعا طبعا. بشكرك جدا على وجودك معانا، ونهارك سعيد. نهارك سعيد، شكرا. فقراتنا خلصت معاكم النهارده في نهارك سعيد، لكن بكره اكيد فريق عمل جديد ويوم جديد.